هيك صيدة اجتماعية مطلوبة. وقبل لا أقول القصيدة أبغى أعتذر من الشباب، لا أحد يأخذ بالمعنى، وراعي المعنى يستعنى معنى أنا شخص معين فيها. أحمد يقول مبدع مثايا الملخفاء، بركان ثاره الانطفاء، وحبل الصبر عندي اكتفاء، واللي اختفى لازم يبين، ومن قبل ما تسمعوا النشيد ابغيكم تفهموا القصيد، ما خص به زيد وعبيد، اخص ناس معينين، شفت الشباب الطايشه وسويت فيهم دردشه، الامثال مني مطرشه ليهم على كل ساعه وحين، يا هي مصيبه ومعضله، يا تبزمنا مشكله، واللي ما تبع سالفها له ام حاله ما يظهر فطين، تلقى الشعر فوق المتون، والقصه تغطي العيون، والثوب فيها كم ملون، كل يوم نوع مفصلين، وحد ياك ثوبه معطره، وعلى ويه ضارب بودره، يجذبك شروات المره، لو تتبع ابليس اللعين، واللي من المدارس يهربوا، ويدبروها في الغبو، وعلى اهلهم يكذبوا، ويقولوا احنا دارسين، المرحله يوم انتهت، قالوا شهادة اصدرت، مجموع ما شي وانقصت، يا للأسف ما فالحين، الرجل منهم ما يلس، من كل جهة شغل التمس، أمن حياته واحترس، مستقبله عن يستهين، والبعض عاشوا بلا عمل، مثل المطية واليمل، يتداولوا مثل الحمل، بين السكك مثل التهين، أنظف ملابس يلبسوا، وعلى الشوارع يلسوا، ومن المعيشة فلسوا، ونعدهم الصايعين للمصلحة هانوا القدر، شبان ما فيهم زجر، سبحة حرارتهم بحر، يا للأسف متخسرين، وحد بات فوق التلفون سهران ويحك العيون، أربع بطايق يصرفون ويقولوا وإحنا مغازلين، ما يعرفوا المغازلة بعقولهم المهبلة، السر ما من ينقله غير الذي له حافظين، ومنهم على الشارع خطف 200 على الدوار لف، القير خشعة وانشطف، والويلي يصرخ صرختين، حطوا المواتر للسباق، يتناقعن مثل اتفاق، القارة حرقونا حراك، صب الدمع لو ليه عين، يا من ظهرتم فلفسة، بفعالكم المعفسة، فن السياقة هندسة، ولا تحسبوه مستايقين، واللي من الفندق ظهر، والراس تارس بالخمر، العيون تلقاه انحمر، يمشي ولا عنده يقين، سكران يركب موتره، ما يسمعك لو تزقره، صوت المسجل كبره، وفي الراس فر الغرشتين، ما شاف قدامه ودعم، سوى المشاكل وانصدم، حد مات عنده وحد سلم، سبب بلال الطيبين، وحد عنها له يسرق عطر، وحد سار يضرب له ابر، يرتاح لدار وسكر، ويصير من المغيبين، وحد بات يشفط له غرق، مسكين يمشي ولا درى، واللي مثل لا ما ينطرى، مرماي مع المعوقين، وبعض الشباب مهيته، من وين بتي مبيته، قلوب اهلهم ميته، ما هم عليهم ناشدين، شفت البلاوي وايده، وبين الرجايا زايده، انصح ولا شي فايده، غلطته اهلهم ساكتين، ومن قبل ما انهي الشعر، لا تقولوا والسعدي ظهر، حطيت ما بي من القهر، ضد الشباب التافهين، الامثال مني مطلعه، ومكتوبة بالمطبعة وعلى الخليج موزعة، ولا خاف من المغفلين، كان اعتنا راعي الرذل، ما همني لو يو نزل، بكتب على شانه دبل، لو كان يبغي دفترين، البنوك عندي مترسة، والكمبيوتر بلمسة، بضرب رصيدي وبكشفه، وبظهر دوال التافهين، تمت وصلوا عن النبي، ولا تحسبوني مختبي، مفتوح دايم مكتبي، ضد الشباب السافلين. وسلامتكم.